أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن مخاطر تفشي وباء كورونا المستجد في مخيمات النازحين. أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها من أن تتعرض الأسر النازحة في اليمن لمخاطر متزايدة في حال تفشي فيروس كورونا المستجد. وقال المتحدث باسم المفوضية أندري ماهيسيتش خلال مؤتمر صحفي في جنيف أن المنظمة تقوم بتوعية مجتمعات النازحين داخل اليمن حتى يتمكنوا من حماية أنفسهم بشكل أفضل، إضافة إلى دعمها جهود السلطات في التأهب والوقاية من كورونا. أضاف أن استمرار تدفق آلاف النازحين إلى مدينة مارب والمناطق المجاورة نتيجة تصاعد القتال يراكم الاحتياجات الإنسانية بسرعة، فيما الخدمات والمساعدات تعمل فوق طاقتها. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: مخاطر تفشي وباء كورونا في مخيمات النازحين، ودور الحكومة والتحالف والمنظمات الأممية في الحد من ذلك. نذهب مشاهدينا لمتابعة هذا التقرير، ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. من جحيم الحرب إلى جحيم الوباء يتنقل اليمنيون. المخاطر التي ينذر بها تفشي جائحة فيروس كورونا في اليمن أضافت إلى قائمة أكثر من 3 ملايين نازح متاعب كبيرة، وضع دفع بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى التحذير من تفشي فيروس كورونا بين تجمعات النازحين، وهو ما قد يفاقم من الصعوبات والمخاطر للآلاف من الأسر. المفوضية أضافت أن النازحين في مارب يعيشون في مواقع مزدحمة ومؤقتة، إلى جانب كونهم يواجهون صعوبة في الوصول إلى المياه النظيفة، غير أنها ما لبثت أن أكدت بأنها ستسعى لبذل جهود أكبر للتخفيف من ذلك. وأمام استمرار توافد النازحين إلى محافظة مأرب بسبب تصاعد الهجمات التي يشنها الحوثيين في محافظتي صنعاء والجوف، قالت المفوضية إن الخطر بات يهددهم نظرا لوضعهم غير المستقر وظروفهم المعيشية والصحية الصعبة، في وقت تتراكم احتياجاتهم الإنسانية وسط عجز الحكومة والمنظمة العاملة عن تلبية متطلباتهم. وفي ظل دعوات الأمم المتحدة لأطراف الحرب في البلاد إلى ضرورة وقف الصراع والتفرغ لمواجهة تفشي جائحة كورونا، لا تزال جهود الحكومة الشرعية والمنظمات الدولية قاصرة عن الوصول إلى المحتاجين وتوفير متطلباتهم. عجز تسبب في إطالة أمد الأزمة الإنسانية التي تصنف بأنها أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، مع وجود أكثر من 24 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة. لنقاش أوسع ينضم إلينا من مارب مدير الوحدة التنفيذية للنازحين عبد الواحد ردمان. مرحبا بك معنا سيد عبد الواحد. إذا كيف يمكن تقييم أوضاع النازحين وفي محافظة مارب، وهل من إجراءات لمستموها من قبل المنظمات الدولية والحكومة للحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا؟ اهلا وسهلا اختي العزيزه، وفي البدايه اشكر قناه الجيش على الاستضافه. مرحبا. وعلى يعني المتابعه المستمره لقضايا النازحين في محافظه مارب تحديدا. وفي الحقيقه اختي الكريمه ان الموضوع هذا موضوع مهم وحساس، ويمكن القول ان يعني احتمال انتشار أو خطورة انتشار فيروس كورونا هو مثل عبء يضاف إلى الأعباء التي تحملتها المحافظة والجهود التي تقوم بها الوحدة التنفيذية، حيث أننا في الفترة الأخيرة واجهنا أعداد كبيرة من النازحين، وذلك تطلب يعني جهود من قبل يعني المنظمات والسلطات المحلية والوحدة التنفيذية في توفير مأوى وسكن وخدمات إلى آخره. بينما يضاف الموضوع الوقاية ومن احتمالية انتشار الفيروس كورونا يمثل أيضا تحدي بالنسبة لنا. عملنا على محاولة البدء بالتصدي له مسبقا واتخاذ بعض الخطوات الوقائية التي تحد من انتشار الفيروس في مخيمات النازحين لا سمح الله. نعم.
نحن في البداية بدأنا يعني قمنا بإعداد خطة متكاملة لهذا الموضوع، تتضمن عدة محاور وعدة خطوات، منها موضوع التوعية العامة في المخيمات، موضوع إقامة مراكز فحص وإقامة أيضا مراكز حجر صحي إلى غير ذلك. نعم. تواصلنا مع السلطات المحلية ومع يعني المنظمة الدولية، وتم عقد لقاء قبل 3 أيام لمناقشة الموضوع، وتم الاتفاق من خلال الاجتماع على اتخاذ العديد من الخطوات التي جزء منها تقوم بها السلطة المحلية الممثلة في مكتب الصحة العام والسكان، وجزء منها تقوم بها المنظمات الدولية. وأهم تلك الخطوات هو أن تتم التوعية وتنفيذ الفرق التوعوية المستمرة في المخيمات، بالإضافة إلى تحديد 9 نقاط خاصة بمخيمات النازحين كنقاط مخصصة للفحص الأولي لحالات الاشتباه، وبحيث انه الحاله التي يتم التاكد منها انها مصابه لا قدر الله بالفيروس كورونا يتم تحويلها الى مركز الحجر الصحي العام الذي سيتم انشائه على مستوى المحافظه. تفضل بالبقاء معي سيد عبد الواحد. ارحب بضيفي من القاهره نبيل عبد الحفيظ، وكيل وزاره حقوق الانسان. مرحبا بك معنا سيد نبيل. إذا في حال لا سمح الله وانتشر فيروس كورونا داخل مخيمات النازحين وأيضا في المحافظة، هل الحكومة قادرة على تلافي هذا الوباء والتصدي له، وهل الإمكانات متوفرة ومتاحة؟ بداية أسعد الله أوقاتك وأوقات جميع السادة المشاهدين، وشكرا على يعني اهتمامكم ب هذا الموضوع الذي يعتبر الآن هو الموضوع الأساس في العالم أجمع. أعود لسؤالك أختي العزيزة، بالنسبة لإمكانات الحكومة، تسمعون العالم أو دول العالم أجمع تتحدث عن ميزانيات تصل أحيانا إلى المليارات أو مئات الملايين من الدولارات في الحد الأدنى، في حين أن الحكومة اليمنية كل ما استطاعت أن تجهزه حتى الآن ربما في حدود 30 أو 35 مليون دولار في هذا الاتجاه، لكنها تبذل جهود كبيرة مع المنظمات الدولية. هناك لقاءات عقدها دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، عقد عددا من اللقاءات مع مسؤولين لمنظمات دولية وعدد من الشفراء في إطار المناشدة دعم اليمن في هذا الجانب، لأننا يعني نحن نعلم جميعا ولا نستطيع أن نتجاوز هذا الوضع الذي نحن فيه، أن القطاع الصحي أساسا في اليمن هو قطاع من الأساس قطاع لم يلقى الرعاية الأساسية فمنذ أكثر من 40 عاما، وهذا القطاع لا يشكل أكثر من 1 إلى 2% من ميزانية الدولة، وبالتالي لدينا نظام صحي ضعيف كان بحاجة ماسة إلى أن يكون أقوى من ذلك. الجانب الآخر، حتى عندما جئنا في فترة الحرب كان الجانب الصحي أيضا يعاني معاناة كبيرة من خلال العمليات العسكرية التي تستهدف المواقع الصحية أو منشآت صحية، بالإضافة إلى عملية عدم إيصال أو تقطع لعدم إيصال الاحتياجات أو الإمكانيات الصحية اللازمة. وسط هذا كله أتينا إلى هذه الجائحة التي تجتاح العالم هذا الوباء، لذلك نقول نحن نعمل كل ما نستطيع عمله، لكننا فعلا في حالة قلق كبير جدا من وصول هذا الفيروس إلينا، لأننا سنكون أمام مشكلة كبيرة وكبيرة جدا. تحدثت عن تنسيق ما بين رئيس الحكومة وبعض المنظمات، ما تقييمك لهذا التنسيق، وأيضا هل حصلتم على وعود لدعم الحكومة في مواجهة هذا الفيروس؟ هناك وعود جيدة لا بأس بها بما يخص بعض المحافظات، هناك ترتيبات لما يخص عدن، لما يخص عدد من المحافظات الجنوبية في إطار تعز في الساحل الغربي، هناك تحركات،
لكن كما قلت لك الحكومة لا تتحرك فقط من أجل هذه المحافظات. حديث رئيس الوزراء دائما يتحدث عن كل المحافظات اليمنية بلا استثناء، على أساس أن هذه الكارثة لن تميز بين شخص وآخر. وبالتالي نقول حتى الآن لسنا راضين تماما عن كل الجهود الدولية، لازلنا نشعر أن هناك بطء في تقديم هذه الخدمات. ننتظر جهودا أكبر من هذه المنظمات الدولية ومن سفراء الدول من خلال المساعدات في الجانب الصحي. ما زال أملنا كبير، ونعتقد إن شاء الله أننا سنستطيع أن نحقق شيء إذا ما توفرت لدينا كل هذه الإمكانيات التي نحتاجها في المواجهة لهذا الفيروس. وخصوصا كما قلت لك، يكفي أن أشير فقط إلى أننا قبل أن تبدأ الحرب، وحتى قبل، يعني أذكر في 2010 كان إمكانيات القطاع الصحي أن السرير الواحد لسبعة ألف مواطن يمني. يعني تتخيل هذا الوضع في ونحن قبل أن نبدأ بكل هذه الإشكاليات التي عشناها خلال عشر سنوات الماضية، فتخيلي كيف الأمر الآن. تفضل بالبقاء معي سيد نبيل. أرحب بضيفي من الحديدة الناشط الحقوقي غالب القديمي. مرحبا بك معنا سيد غالب. إذن كيف يمكن تقييم أوضاع النازحين وما هي أبرز احتياجاتهم، وبالنظر للوقت الحالي مع مخاوف انتشار فيروس كورونا، ما الذي يطالب به هؤلاء النازحين؟ عزيزتي، أنا بداية أستغرب على الأخ نبيل عندما يقول رئيس الوزراء يتحسس كل المحافظات، بينما محافظة الحديدة بالذات إلى الساحل الغربي لا تمتلك مستشفى. نعم، لا تمتلك مستشفى مدينة الساحل الغربي. فكيف لو جاء هذا المرض؟ لا يوجد غرفة عمليات الولادة القيصرية في الساحل الغربي، كيف لو جاء هذا المرض؟ الأخ يتحدث عن أشياء لا نعرف في أي دولة يتحدث عنها. لا يوجد حكومة موجودة في الساحل الغربي للأسف. لا يوجد شيء اسمه وزارة الصحة، موجود الدكتور علي أهدى المدير مكتب الصحة، يشتغل بجهود ذاتية مع المنظمات وليس مع الحكومة. هذا الحاصل، لو جاء المرض من الساحل الغربي أو الحديدة ستكون كارثة بما تحمله الكلمة من معنى. لا يوجد أي مكان للحجر صحي، وإذا كان يوجد مستشفى فكيف سيجدوا إيجاد مستشفى؟ فكيف سيعملوا على إيجاد مكان للحجر الصحي؟ هذا أولا. ثانيا، ماذا قبل الحجر الصحي؟ أو ماذا قبل حجر الناس في منازلهم؟ الناس تموت عندما تموت من الجوع. هل يستطيعون الحكومة تستطيع توفير الأكل للناس للبقاء في منازلهم والتزام منازلهم وعدم الخروج من منازلهم؟ الوضع مأساوي في الساحل الغربي. على الحكومة أن تكون أكثر مصداقية مع الشعب، مع محافظة الحديدة، مع المحافظات التي لا تتواجد بها أبدا الحكومة. نعم سيد غالب، سأنقل ما ذكرته لسيادة وكيل وزارة حقوق الإنسان سيد نبيل. إذن سيد نبيل، محافظة الحديدة كما سمعت تفتقر لمستشفى ولا تتوفر أدنى الاحتياجات. أيضا إذا ما تم حجز أو حجر الناس داخل منازلهم، من أين سيأكلون كما ذكر السيد غالب؟ إذن الحكومة لم توفر لهم أبسط الاحتياجات ما قبل ظهور هذه الجائحة. الآن كيف سيكون الوضع؟ لماذا لا تصارحون الناس بحقيقة الوضع؟ طيب، دعيني أقول أولا أنا أقدر كل ما قاله الزميل من الحديدة وأنا معه. أنا لم أقل أننا حققنا شيء، قلت أننا ما زلنا في مرحلة السعي لتحقيق شيء قبل أن تحدث هذه الكارثة. قلت أننا أمام دولة في 2010 قبل القيام كل هذه الإشكاليات الموجودة، قبل ذلك كان لدينا سرير لكل 7000 مواطن. قلت أننا أمام قطاع صحي لم يكن يجد طيلة الفترات الماضية خلال 40 عاما لم يكن يجد أكثر من 1 إلى 1.5% من ميزانية الدولة. قلت أننا أمام كل هذا نحاول، ما زلنا نتحدث عن المحاولة. يجب أن يفهم الجميع أن الآن بالنسبة لما يخص النازحين، بما يخص المواطنين بشكل عام، هناك 3 جهات نتحرك على أساسها. المجالس المحلية بحيث تقوم بدور في الحركة
والوصول للمواطنين بالإمكانيات المتاحة، والإمكانيات المتاحة داعي تحتها 1000 خط هي إمكانات ضعيفة جدا وخصوصا مع حالة الحرب. الجانب الثاني المنظمات المحلية والمتطوعين من رجال الخير الذين يقدمون شيء جيد في هذا الجانب بقدر استطاعتهم. الجانب الثالث المنظمات الدولية التي نسعى معها. عندما يتحدث الزميل عن أن هناك منظمات دولية، المنظمات الدولية لم تأتي وحدها، هناك تنسيقات تتم مع عبر الحكومة، هناك عمل كبير يتم العمل من يعني نحن من نقدم التقارير الدائمة التي تقدم إلى الأمم المتحدة. في إطار موضوع النازحين هناك 3 أشياء تحركت أو 3 خطوط تحركت فيها الحكومة من أجل عمل شيء يقدم لهؤلاء، ونحن أمام رعب كبير. النازحين في اليمن يصلون ما بين 3.5 إلى 4 مليون إنسان، هذا رقم مخيف ورقم كبير جدا، ويعيشون في أسوأ الحالات الإنسانية. وبالتالي لو وصل فيروس كورونا إليهم أو أي فيروس آخر، حتى الملاريا عندما تصل إليهم يكون هناك حصد لآلاف الأشخاص. الآن نحن نقول أن 3 خطوط التي سارت فيها الحكومة هي كالتالي: الخط الأول تقدمت بتقارير دولية سواء في مجلس حقوق الإنسان أو لدى المنظمات الدولية، المفوضية السامية ومفوضية شؤون اللاجئين. هذه التقارير توصف الحالة، تقدم عدد الأشخاص، تقدم الوضع الذي تعيشه كل منطقة من المناطق التي فيها نازحين. النقطة الثانية أو الخط الثاني الذي سارت فيه الحكومة هو اللجنة العليا للإغاثة وتحركها عبر بعض الجهات الدولية أو الإقليمية الداعمة لتقديم شيء لهؤلاء. الخط الثالث الذي نسير فيه هو التحرك مع بعض الجهات المحلية سواء كانت مجالس محلية أو منظمات محلية لتقديم ما يمكن تقديمه. قلت بشكل واضح جدا لسنا راضين حتى الآن عما نقدمه، لكن بالأخير هذه هي القدرة الحالية، هذه هي الحرب بكل ما يعني أدت إليه، وبالتالي نعم. هذا هو المتاح وهو الممكن. إذن سيد غالب، الحكومة كما ذكر السيد نبيل تبذل وتحاول جاهدة لتلافي هذا الوضع، برأيك هل تكفي هذه المحاولات؟ وأيضا لماذا لم يتم الالتفات للنازحين من قبل وتوفير أبسط احتياجاتهم؟ لربما سمعنا على المدى الأيام الماضية والسنوات الماضية العديد من شكاوى النازحين الذين يفتقرون لأبسط الاحتياجات. عزيزتي الأخ نبيل يتحدث لكنه لم يلامس الواقع بالذات في الساحل الغربي حقيقة، يعني أتحدث بواقع. الأخ نبيل يتحدث عن المتاح، نحن لا نطالب بالمتاح، نحن نطالب بالشفافية والمصداقية مع الناس حقيقة. أنا لا أتحدث عن نازحين فقط في محافظة الحديدة، النازحين مجموعة وفئة من الفئة التي سيكون ضحية لهذا المرض، لكن أيضا المواطنون في الساحل الغربي في المديرية المحررة وفي محافظة الحديدة بشكل عام معرضون للموت إذا وصل هذا المرض أو هذا الوباء حقيقة. الحكومة حتى اللحظة كل ما تقول أنها تقدم تقارير للمنظمات، كل ما نحن منذ متى والناشطين والإعلاميين يتحدثون عن وضع النازحين المأساوي داخل الساحل الغربي وداخل عدن وداخل لحج وداخل أبيان، منذ متى يتحدثون عن الوضع؟ الناس تموت. في الأسبوع الأول احترق مخيم بالكامل، مجموعة من المخيم داخل الخوخة لم يجدوا من يعينهم، ماتت أسر، احترقت مخيمات لم يجدوا شيء إلا بعض فاعلي الخير عادوهم ببعض المساعدات. حقيقة الحكومة بعيدة كل البعد عن الواقع، بعيدة كل البعد عن النازحين، هي تنسق من الخارج، الحكومة لا تتواجد في الميدان. متى زار الأخ رئيس الوزراء أو وزير الصحة أو غيره مديرية الساحل الغربي؟ متى تواجدوا ليروا ماذا يعاني النازحين وماذا يعاني أبناء المديريات المحررة في الساحل الغربي؟ لم يصلوا أي في أي يوم إلى الساحل الغربي. المديرية المحررة منذ عام 2018 لم ينزل أي رئيس وزراء أو مسؤول حكومي على مستوى الوزراء إلى الساحل الغربي حتى اللحظة.
هذا فيما يتعلق بالجانب الحكومي. نتحدث عن جهد المنظمات الأممية في إغاثة النازحين، كيف تقيم أنت هذا الجهد؟ وبالتالي هل يمكن الركون على كل هذه التحركات كما ذكرها السيد نبيل لمواجهة هذا الفيروس؟ للأسف المنظمات الأممية تسيطر عليها ميليشيات الحوثي. المنظمات الأممية تسيطر على ميليشيات الحوثي، كون المساعدة حتى التي تصل إلى الساحل تأتي عن طريق ميناء الهديدة، لا تأتي عن طريق ميناء عدن، وهي الشيء اليسير جدا وبعضها تصادر وتصادرها ميليشيات الحوثي. الحكومة بعيدة عن المنظمات الدولية، بينما ميليشيات الحوثي هي التي تسيطر وهي التي تشرف على منظمات الأمم المتحدة. تفضل بالبقاء معي سيد غالب. أعود إليك سيد نبيل. إذن المنظمات الأممية الداعمة كما ذكر سيد غالب لربما تسيطر عليها ميليشيا الحوثي، لماذا لا نلمس تحرك جاد من قبل الحكومة الشرعية وتنسيق لربما أكبر فيما يتعلق بوضع النازحين وتوفير الدعم، توفير الاحتياجات، أبسط المواد التي يحتاجونها؟ لو تذكرون تحدثنا عبر عدد كبير من الوسائل الإعلامية ومن ضمنها قناتكم الكريمة، تحدثنا كثيرا عن ضعف الاستجابة الذي كنا نشكو منه دائما لدى المنظمات. ما الأسباب؟ هناك كانت نعم ما الأسباب؟ أنت ذكرت أن هناك ضعف استجابة من قبل هذه المنظمات، لماذا؟ هذا لا يعني أن لا توجد استجابة، هناك ضعف، لكن أقول أنا كنت أتمنى أن يكون ضمن هذا اللقاء أحد من وزارة التخطيط، أحد من اللجنة العليا للإغاثة، ليتحدثون بالأرقام أيضا عن الجهود التي تتم. هناك منظمات دولية تقوم بدور من خلال التنسيق مع الحكومة، هناك وصول لهذه المنظمات يتم بالتنسيق مع الحكومة لكثير من الأماكن. نحن نقول هناك ضعف لكن هناك جهود، الجهود التي نعلم نحن أيضا أن الحوثيون قدمنا تقارير دولية عن مدى سرقتهم، يعني في الأخير تصل المساعدات لكن الحوثيون يقومون إما بسرقات أو نهب هذه المساعدات أو التقطع لها، وهذه كارثة من الكوارث التي نعاني منها. ولكن تأتي ردود الفعل الدولية تأتي بشكل مناقض، حيث كما تعلمون مثلا البرنامج الإنمائي الأمريكي عندما قدمنا لهم كل التقارير حول ما يتم من عمليات نهب، كان قرارهم الأخير بإيقاف المعونات المقدمة لليمن في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين. هذه القرارات نحن لا نريدها، لأننا نقول لهم أن من يعيش في هذه المناطق هم مواطنون يمنيون، نحن مكلفون ومسؤولون أن نصل إليهم ونقدم لهم ما نستطيع. لذلك نحاول أن تكون هناك حلول أخرى غير عملية قطع المساعدة. نعم، شكرا جزيلا لك نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان، كنت معنا من القاهرة. أعود إليك سيد عبد الواحد. إذن الآن ما هو المطلوب لتلافي هذه الكارثة ومن يتحمل مسؤولية تردي الأوضاع داخل مخيمات النازحين؟ طبعا أختي الكريمة، التخوفات التي ذكرها يعني ضيوفك الكرام هي فعلا هي تخوفات حقيقية، وهي ما نعانيه. بالنسبة لتدخل المنظمات نحن ليس من الآن وإنما من قبل 4 سنوات، ونحن نتكلم عن الضعف الشديد والتباطؤ في عمل المنظمات الدولية خصوصا في محافظة مأرب. يعني إلى حتى الآن ورغم حجم النزوح الكبير ورغم المعاناة الكبيرة التي يمر بها النازحون، تدخلات المنظمات ليست بالشكل المطلوب ولا ليست التدخلات التي تغطي أو تسد الاحتياجات العادية في الوضع الطبيعي. فما بالك إذا كان الموضوع يتعلق وباء بهذا المستوى وبهذا الحجم. ولذلك عندما ناقشنا الموضوع مع كلستر الصحة مع المنظمات الدولية، كانت النقطة الحساسة والحلقة الأضعف التي وصلنا إليها هي موضوع الإمكانات. الخطة تكونت من 3 محاور: التوعية والتدريب ثم التنفيذ، وتنفيذ يعني إيجاد أماكن الحجر وأجهزة الفحص والإمكانات والأشياء المطلوبة. وهنا كانت المشكلة، مكتب الصحة والسلطة المحلية لا تمتلك الإمكانات التي تستطيع أنها توفر هذه الأشياء. المنظمات الدولية أيضا
يعني وعدت وعود انه سيتم التواصل. المشكله التي نعاني منها ان منظمه الصحه العالميه غائبه في هذا الوقت، في هذا الوقت الذي نحن احوج ما تكون متواجده فيه، الذي يعني منظمه الصحه العالميه رغم هذا الوضع المأساوي للنازحين هي غير متواجده، ولذلك نعم التواصل فقط عبر المنسقين. ولذلك نحن نطالب بالدرجه الاساسيه منظمة الصحة العالمية أن تكون متواجدة وتتبنى الموضوع بقوة. المسؤولية مشتركة، المسؤولية طبعا هي مشتركة بين المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية في الدرجة الأولى، وبين الحكومة الممثلة في السلطات المحلية وأيضا التنفيذية. نعم. نحن نتواصل مع كل الشركاء، لكن لابد أن يشتغل الجميع. عند المسؤولية مشتركة، المنظمة لابد أن تكون بدورها، منظمة الصحة العالمية لابد أن تكون متواجدة بقوة وتدعم هذه الأشياء. أيضا يعني وزارة الصحة أيضا لابد أن تلتفت إلى هذا الملف التفاتة قوية. نعم. حتى نحن نسعى ونهدف إلى أن نعمل أن يكون هناك وقاية قبل أن يعني تتفشى. نعم. تتفشى المرض لا قدر الله وتكون هناك الكارثة، لأنه فعلا. نعم. إذا تفشى الوباء الإمكانات وال يعني لن تكون كافية لمواجهة المرض. نعم. شكرا جزيلا لك مدير الوحدة التنفيذية للنازحين عبد الواحد ردمان، كنت معنا من مارب. أعود إليك سيد غالب، من يتحمل مسؤولية تردي الأوضاع داخل النازحين، وكيف يمكن النظر لدور الحكومة وأيضا التحالف في تلافي هذه الكارثة وبالتالي حماية النازحين من تفشي الوباء؟ عزيزتي، يتحمل المسؤولية الأولى هو الحكومة والتحالف في آن واحد. التحالف هو المسيطر الأول على القرار اليمني داخل اليمن. الحكومة ما هي إلا تنفذ لقرارات التحالف والتحالف. نحن الأهداف عندنا والمفروض الذي يجب أن يحصل قبل الجانب الصحي هو الجانب الإغاثي. إذا أردت أن توقف تفشي الوباء، أولا أعمل على الحجر المنزلي أو منع نزول الناس والخروج من منازلهم. هذا عدم منع الحجر المنزلي ويسبقه ايضا ما الذي يجب ان يوفره لاهل المنازل هؤلاء حتى لا يخرجون تحت عن لقمه العيش. نعم. الحجر الصحي ياتي بعد توفير المواد الانسانيه الغاذيه، المواد الغذاء، الاكل للناس، بعدين طالبهم وبالحجر الصحي والحجر المنزلي. اما انه ياتي الكلام والحديث عن حجر صحي بينما الناس تموت جوع، يخرجوا الى الاسواق الى الشوارع بحثاً عن لقمه العيش، هذا كلام غير صحيح. نعم. شكرا، وضحت الصورة. الناشط الحقوقي غالب القديمي كنت معي من الحديدة. كما أشكر ضيوفي من القاهرة نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان، وأيضا كان معنا من مارب مدير الوحدة التنفيذية للنازحين عبد الواحد ردمان. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، تحياتي وتحيات معيد هذه الحلقة عبد الرقيب الأبهرة، كما هي لكم من الزملاء في الكنترول. إلى اللقاء.